السلام عليكم، مرحبا متتبعي قناه الحميدي. اذا ان شاء الله من خلال هذه الحلقه غادي نهضروا على واحد المجموعه من النقاط التي تطرق اليها رئيس الحكومه سعد الدين العثماني من خلال لقائه الصحفي حول مساله التعليم في المغرب ما بعد الحجر الصحي. اذا نشوفوا شنو قال. اذا اكد رئيس الحكومه المغربيه سعد الدين العثماني على النقاط التاليه من خلال لقائه الصحفي على القناه الاولى المغربيه. شنو قال؟ ينفي رئيس الحكومه المغربيه مساله السنه البيضاء، حيث اكد على انه تم انجاز 70% من الدروس. اذا الاخوان اللي مازال متشبتين بهذه الفكره ديال ان هذا العام غتكون سنه بيضاء، خويو راسكم من هذه المساله تماما وركزوا على الدروس ديالكم. ومساله السنه بيضاء راه مستبعد الاخوان انها تكون. النقطه المواليه: لا احد يتوفر على الاجابه الحقيقيه حول تواريخ الامتحانات، وانما هناك تصورات وسيناريوهات قيد الدراسة سنعلن عنها في الأيام القليلة القادمة. ما كاينش شي واحد، لا الوزارة ولا غيرها، اللي عارفين تواريخ ديال الامتحانات، لأن مسألة دائما كما كنقولوا مسألة متعلقة يعني بالوباء. إلى الوباء الحمد لله يعني مشى، فراه غادي يتم الإعلان عني عن التواريخ مضبوطة وإلى غير ذلك. وإلى ما كانش الفيرو يعني لا قدر الله استمر يعني هذا الوباء هذا، فهناك يعني سيناريوهات كما قال رئيس الحكومة وتصورات غادي يوضعوها حول يعني هذه المسألة ديال الامتحانات. النقطة الموالية: هناك عدد من اللجان تتشاور مع المدراء الإقليميين والمفتشين ورؤساء الجامعات وإلى غير ذلك للخروج بتصورات يمكن تطبيقها بعد انتهاء الحجر الصحي والمتعلقة بإتمام الدروس وإنجاز الامتحانات. وهذا الشيء حتى هو يعني هذا الشيء اللي قال وزير التربية الوطنية أمزازي حول يعني المسألة ديال إجراء الامتحانات، أو لا حتى مسألة يعني ديال إتمام الدروس. إنما يعني هناك كما قال رئيس الحكومة أكد عليها تشاور مع المدراء الإقليميين والمفتشين ورؤساء الجامعات والمدراء يعني المؤسسات إلى غير ذلك حول يعني الخروج بتصور عام من خلاله نكملوا الموسم الدراسي. أما النقطة الأخيرة: مهتمين إن شاء الله أن تتم السنة الدراسية في ظروف جيدة. إذا هذه هما النقاط اللي تطرق لها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول مسألة ديال التعليم. وسولته الصحفية قالت له يعني شنو هما الإجراءات في حالة ما أنه كان الامتحان، أجابها قال لها إن هذاك الشيء كل شيء إن شاء الله إحنا غادي ندرسوه، وإحنا يعني مهتمين بالصحة ديال التلامذ ديالنا. أتمنى لكم حظ موفق وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.